مشاهدينا وين ما كنتم، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم الجزائرية شو في موسمه الثالث. الورد يفتح يفتح ويذبل. لما تشوفي منتجين ليسوا أبناء الميدان وليسوا على اطلاع بما يجب أن يكون عليه الفن، تجيب واحدة جميلة مسكينة وترميها قدام الكاميرا ويلا راكي حافظة أكسيون. ماهيش لأنها جميلة تحطها، التمثيل ماهوش راك حافظ النص أكسيون. والله يا أختي كريمة نظن التعليم راهش أبيض. ما عندناش مخرجين جيدين في الدراما، ما عندناش بالكم اللي لازم. المخرج في حد ذاته أستاذ مدرسة. أنا مازالي صغير. أكيد. الحمد لله. الناس يشوفوا ناريمان كأنها ترى، كما يقول لك. نعم. كما ولو أنها ترى. علاش حابين يعروا الفنان من هويته؟ الحركة بدأت من 62. أنا فنانة مبدعة، لست بزنسية ولا سياسية، الحمد لله. أنا سبانة مانيش بنينة. الإرادة هي أساس النجاح. لو كان جيت نشوف بنشوف أرض أجدادي، هذا حلم جميع مكفوف يتمنى يشوف.